بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم على قناة أشرف القاضي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن شاشة من شاشات تي سي ال. شاشات تي سي ال يا جماعة أصبحت بتصارع وتنافس الماركات العالمية بصراحة، وبتتميز بسعرها الأرخص مع دقة ونقاء صورة تعتبر موازية لأعلى البراندات بالنسبة لأجهزة المرئيات والسمعيات، أجهزة الشاشات بقت أصبحت تأخذ المركز الرابع أو التالت كمان في بعض الأوقات في بعض الموديلات. النهاردة هنتكلم عن موديل يعتبر موديل حديث من شاشات تي سي ال، وهو موديل سي 728. أولا الشاشة دي عشان برضو نقول سعرها الأول، هي سعرها حاليا 3000 ريال سعودي، 55 بوصة، سعرها 3200 بالظبط، 3200 ريال سعودي. طبعا الشاشة بتتوفر في الخليج العربي، بتتوفر في دول المغرب العربي، وان شاء الله نتمنى انها قريب جدا تكون موجودة في مصر. يونيون اير او يونيون اير جروب خدت وكالة تي سي ال في مصر، واصبحت هي اللي بتنتج الشاشات، ونزلت بعض الموديلات اللي ما كانتش موجودة الاول لما كان العربي جروب هو اللي ماسك وكالة تي سي ال في مصر. فبالتالي يونيون اير يعني نتمنى انها قريب جدا تنزل لنا موديل زي الموديل ده سي 728. الشاشة دي تعتبر شاشة من شاشات الكيو ليد الخاص بتي سي ال، وكلنا عارفين ان الكيو ليد هو اختراع سامسونج يعني، بس انا بشوف الشاشة دي شاشة تحفة من تحف تي سي ال. بنظرة سريعة كده على الشاشة، الشاشة هي بتقنية الفور كي طبعا، الالترا اتش دي تي في، بدقة الشاشة او ريزوليشن الشاشة بتاعنا 3840 بكسل في 2160 بكسل، دقة طبعا الفور كي اعلى دقة حاليا، مع سماعات مدمجة داخلية بالشاشة بقدرة 20 واط، وقدرة 20 واط في الشاشات مش ضعيفة، لا قدرة عالية جدا بالنسبة لل الصوت المحيطي الموجود في الشاشة عندنا. الشاشة عندنا بتعتمد على خواص الدولب فيجن ومع وحدة معالجة مركزية سي بي يو 64 بت اي 55 اكس 4، مع وحدة معالج للرسومات الجي بي يو 800 ام اتش زد او هيرتز، مع نظام تشغيل اندرويد، وذاكرة داخلية حوالي 32 جيجا بايت. معدل سرعة الصورة عندنا او التباين الخاص بالصورة هو 120 هرتز، وده افضل واجمل حاجة انا قريتها في الشاشة دي. لما يكون عندك معدل تباين بالنسبة او معدل تحديث للصورة بدرجة 120 هرتز، معدل تحديث عالمي، خصوصا الناس اللي هي غاوية جيمنج والعاب واجهزة اكس بوكس او اجهزة بلاي ستيشن 5، هيبقى مميز جدا. طبعا زاوية الرؤية هي الزاوية الواسعة الوايد انجل 178 درجة، مع معدل الحركة 240. طبعا الشاشة بتعتمد على مساعد جوجل في البحث الصوتي، ادخال صوتي عبر جهاز التحكم عن بعد او عن طريق الريموت، وادخال صوتي بدون استخدام حتى اليدين عبر الميكروفون المدمج في الريموت، يعني انت ممكن تحدث الشاشة عن طريق الريموت وانت الريموت بعيد عنك. طبعا تقدر تشغل الواي فاي المدمج داخلي او كيبل الانترنت خاص بالشاشة. الشاشة عندنا بتدعم تقنية البلوتوث الحديث اللي هو يعتبر احدث بلوتوث على مستوى العالم حاليا، اللي هو 5.0. الشاشة بتعتمد على خواص ال HDR 10 بلس 10 برو موجود في الشاشة، وده اللي بيدينا دقة ونقاء صورة عالية جدا، مع محسنات ومعززات لجودة ونقاء الالوان من ناحية التشبع والتباين ودقة الصورة، خصوصا تفاصيل التفاصيل في الحركة السريعة هتشوفها بصورة واضحة جدا، عدم وجود شوشرة او ضبابية في الصورة اثناء الحركة السريعة. طبعا اللي بيعتمد على الحركة السريعة هو الناس اللي غاوية افلام الاكشن، او الناس اللي هي غاوية العاب سريعة او جيمنج بصورة سريعة، مش عايز اي تباطؤ او لجات في الصورة. طبعا الشاشة هنا بتدعم كل امكانيات الصورة السريعة مع تحسين وتعزيز عن طريق معالج مميز جدا خاص بالشاشة. مداخل الشاشة بتاعتنا ال HDMI الخاص بيها 4 مداخل HDMI، مع 2 مدخل USB
وطبعا منفذ كيبل الانترنت او مدخل كابل اللان مع منفذ صوت وصورة موجود في الشاشة، اوديو فيديو مع سماعات للرأس، مدخل لسماعة الرأس خاصة بالشاشة. الشاشة عندنا بتدعم تطبيقات النتفليكس، خدمات جوجل للموبايل، لأن المتجر عندك يحتوي على العديد من التطبيقات، وخصوصا إن الشاشة عليها متجر جوجل بلاي، أو الستور بتاعها هو السوق المفتوح، هو جوجل بلاي موجود على الشاشة عشان التطبيقات المعروفة والألعاب. مع جوجل كمان عندنا خواص الجوجل لتشغيل الأفلام والتلفزيون ومشاهدة تشغيل أفلام جوجل والتلفزيون على شاشة الأندرويد الخاصة بنا. الشاشة بتدعم تطبيق الكروم كاست الخاص بإظهار صورة الموبايل على الشاشة بطريقة سلسة جدا، مع إمكانيات مميزة جدا. الشاشة دي عليها ضمان 3 سنوات حاليا. الشاشة دي اسمها C728. الشاشة دي من الشاشات الرائدة، أنا بشوفها بطل من أبطال الألعاب، لأنها كيوليد 4K C728. تلفزيون مثالي جدا للاعبين او للناس اللي بتعتمد على سلاسة الحركة عن طريق ال 120 هرتز الموجود في الشاشة، ومركز تحكم منزلي شامل بالإضافة للاتصالات البينية للأجهزة الذكية. ده كله بيديك إمكانيات رهيبة جدا لتشغيل شاشة من أفضل شاشات الجيل الحالي، شاشة C728. شاشة زي ما قلت 4K QLED. بيتم ترشيح المحتوى عالي الدقة من خلال طبقة من أكثر من مليار بلورة نانونية. دي الصورة بتاعتنا بتجيلنا عن طريق أكثر من مليار بلورة نانونية من النقاط الكمية اللي بتديك تحسين شاشة الفوركي المذهلة. طبعا ده كله بإضافة أحدث النطاق الديناميكي العالي اللي بيخليك تستمتع بصورة نابضة بالحياة بدون أي شوائب أو أي ضبابية في الصورة، مع حجم لوني رائد بنسبة 100% مع سطوع جميل جدا. كل ده يا جماعة احنا بنتكلم في الشاشة الخاصة بينا C728 من TCL. الشاشة عندنا بتعتمد على دولبي فيجن اي كيو اللي بيديك صورة سينمائية في الناحية التقنية لمشاهدة الأفلام الدرامية باستخدام تقنية الدولبي فيجن اللي بتعمل على تحسين مظهر محتوى الدولبي الحصري اللي بتعرض لك عدد أكبر من الألوان بتزيد من التباين وتعزز من مستويات السطوع. كل ده يا جماعة بيعمل لك مع مستشعر الضوء المدمج على تحسين المحتوى بذكاء جدا جدا جدا، بيتوازى ويتوازن مع الضوء الغرفة الخاصة بيك في الشاشة. انا لو اتكلمت عليها هتكلم كتير قوي، كفاية ان احنا عندنا 120 هرتز تديك صورة او معالجة صورة سلسة كالحرير وناعمة جدا، مع توفير الخوارزميات الذكية مع معدل تحديث بيبلغ 120 اطار في الثانية. كل ده مع بروسيسور الـ AIBQ الخاص بشركة TCL، بروسيسور عالمي يا جماعة. شركة تي سي ال انجزت فيه وعملت فيه ابداع عالي جدا من حيث تعويض بعض الامور الخاصة بشاشات التي سي ال القديمة. اصبح عندنا شاشة من شاشات تي سي ال الرائدة حاليا اللي بتناطح الشاشات الجديدة. احنا بنتكلم عن شاشة بتعرض ترفيه عالي الدقة بسرعة اصلية وترقية محتوى بإطار عالي الجودة عشان تقدر تشوف المشاهد السريعة الحركة المليئة بالحركة بأكثر وضوح بدون تشويش لما تشتد الإثارة في الألعاب السريعة، حركات الأكشن، ألعاب الجيمينج السريعة. وكمان عندنا في مدخل HDMI التحفة العالمية، مدخل HDMI 2.1 موجود في الشاشة بتاعتنا C728. طبعا ال 2.1 بيوفر تجربة سلسة جدا، وفي الوقت نفسه بيديك استمتاع بجودة صورة عالية جدا وسرعة حركة عالية جدا مع ريزوليوشن دقيق جدا، خصوصا في الجيمنج والألعاب العالية. كل دوت يا جماعة كمان الشاشة بتعتمد على خواص الـ VRR اللي بتديك معدل تحديث التلفزيون مع معدل الإطارات اللي بيتم إنتاجه بواسطة وحدة التحكم في الوقت الفعلي. كل ده بيديك تجربة ألعاب أكثر سلاسة وأكثر سرعة. احنا بنتكلم عن شاشة، أنا لو اتكلمت عنها هتكلم كتير جدا، شاشة بتدعم
كل خواص الصوت. الشاشة عندنا فيها الوان كيو اللي بيتميز بمعدل صوتي غامر من نظام صوت الوان كيو، اللي بيعمل لك مكبرات صوت على رفع مستوى الترفيه بجهاز الصوت بتاعك بجودة الصوت المحيطي السينمائي المصمم لنقل المحتوى إلى أبعد حد في الغرفة. كل ده يا جماعة مع خواص الدولبي أتموس اللي بيديك صوت متعدد الأبعاد عفوا، وبيتم تشغيله خارج قيود القناة التقليدية. بتقدر تستمتع بوضوح مذهل للصوت مع صوت عاصف جدا، نقي جدا، ناعم جدا. كل ده مع الدولبي أتموس الخاص بشاشة سي 728 عفوا. طبعا الشاشة عندنا يا جماعة إمكانياتها رهيبة جدا، وأنا هسيب لكم كمان أسفل البث إن شاء الله رابط ووصف شرحي كامل للشاشة بتاعتنا، مع إمكانيات مذهلة جدا إنك تقدر تتحكم في الشاشة تحكم صوتي بدون استخدام اليدين نهائي. أنت بتكلم الشاشة نفسها مش بتكلم الريموت، يعني أنت ممكن تتحدث مع الشاشة وتديها أوامر صوتية الشاشة بتستجيب. كل ده مع خواص بتديك استمتاع بمزيد من الاتصال والتحكم بدون استخدام اليدين مع أليكسا جوجل أسيستنت، بإضافة إلى الاتصال والتحكم في أي جهاز يدعم الجوجل هوم عبر تقنية تلفزيون تي سي ال الذكي. عندنا خواص الميجا الميج 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 الميجا كونكت، بتديك التقاط لقطة الشاشة من البث التلفزيوني المباشر وتبدأ تشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الشاشة نفسها. كل ده يا جماعة موجود على شاشة بعتبرها من أفضل شاشات تي سي ال الموجودة حاليا على الساحة. الشاشة يا جماعة كمان فيها أندرويد، الأندرويد الخاص بالشاشة هو أندرويد 11 مش أندرويد 10. الشاشة دي بتعتمد على أندرويد 11 تي في، بتعزز تجربة الترفيه الخاصة بك مع نظام أحدث نظام للأندرويد، ده بيسموه في السوق أندرويد آر اللي هو أندرويد 11، بيمكنك من الوصول لأكثر من 7000 تطبيق وما يزيد عن 700,000 برنامج أو فيلم أو مسلسل، بتستمتع بتلفزيونه وبيديك أفلام ألعاب مزيد من التفاصيل بالنسبة للتطبيقات. كل ده عن طريق عفوا عن طريق متجر جوجل بلاي، بالإضافة إنه بيتيح لك الكروم كاست الموجود في الشاشة إمكانية النسخ والمتطابق للصور ومقاطع الفيديو والموسيقى اللي عندك مباشرة من أجهزتك على الشاشة. الشاشة بتعتمد على تشغيل البرايم فيديو، نتفليكس، يوتيوب، دالميشن، كل ما تتخيله من منصات مشاهدة هتشوفها على الشاشة بصورة مميزة جدا مع تصميم معدني. الشاشة دي يا جماعة تصميمها أو الإطار فيها إطار معدني نحيف للغاية بدون حواف، يعني شاشة فريمليس، شاشة إمكانيات عالية جدا. شكرا تي سي ال، شاشة سي 728. هرجع أقول سعرها حاليا في الخليج، سعرها حاليا 3200 ريال سعودي. شكرا جزيلا لحضراتكم، اي استفسار سيبولي في التعليقات بنرد مباشر. قبل ما اقفل اذكر الله، صلي على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.